على بالنا كامل أن الجزائر تسخر بمورود ثقافي كبير ومتنوع من أكلات أزياء وحتى الحلي التقليدية، ولكل منطقة عادات وأزياء خاصة بها، والأهم أن كل واحدة فيهم عندها قصة وتاريخ، مثل قلادة أغاديز أو أغادير بحيث تختلف المؤرخين في تسميتها، واللي بزاف منا خاصة اللي يروحوا ويزوروا الصحراء عفوا يشريوها كهدية أو تذكار، بصح قليل منكم برك اللي يعرفوا قصتها الأسطورية. على هذه اليوم في الحكاية وما فيها راح نتعرفوا على هذا القلادة وتفاصيلها اللي تعبر عن قصة حب جميلة. قلادة أغاديز ولا كما يسميوه الطوارق تانغيلت، وهو عبارة عن حلي على شكل قلادة يتميز بها نساء جنوب الصحراء الكبرى. بعض المستشرقين في القديم كانوا يعتقدوا أنها دليل على وش تبقى من عادات المسيحية عند العرب، على هذه تسمى أيضا بصليب الصحراء. ولكن في الحقيقة هذه القلادة وراءها قصة حب لشاب كان يعشق فتاة جميلة لحد الجنون، لكنه مقدرش أنه يعترف لها بالحب دياله ويواجهها بمشاعره في هذاك الزمن، لأنه النساء آنذاك ما كانوش يقدروا يخرجوا وحدهم، بحيث كانوا لما يخرجوا لجلب الماء يكونوا دائما مرفوقين. وعلى هذا الشاب جاته فكرة باش يقدر يلحق للفتاة ويبوح لها بحبه ويعبر لها عن مشاعره. الفكرة كانت انه يروح لحداد المدينة، والشخص الوحيد اللي يقدر يدخل لكل البيوت، لانه في نفس الوقت كان صانع حلي ومجوهرات، بحيث تطلب منه انه يصنع له قلادة ويخفي فيها رسالة حبه ويعطيها للفتاة. وعلى هذا الحداد قام بكتابة كلمة حب بالتماشق، اللي هي لهجة عفوا من لهجات اللغة الطارقية، بحيث تدمج بين حرفي تيفيناغ التاء والراء بشكل جميل على شكل الصفر والزائد باش يكون كلمة تارا، واللي تعني الحب في هذه اللغة. وبالرغم من وجود عدة روايات لكنها كلها لنفس القصة مع اختلاف بسيط، كانت هذه حكاية قلادة أغاديز وما فيها النهار اليوم. تلقوا في عدد آخر مع حكاية جديدة، ما تنسوش تشاركونا آراءكم اقتراحاتكم وأيضا حتى انتقاداتكم. والآن أنا معليا غير نقولكم جيم بارتاج وسبسكرايب. تشاو تشاو.